السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أسأل الله أن يستجيب دعاءكم في هذا الشهر الفضيل، وأن يحقق الله آمالكم وطموحكم بالنجاح في هذه الحياة. هذه هي المحاضرة الأخيرة من سلسلة المحاضرات التي قدمناها في هذا المساق من خلال عملية التعليم عن بعد، وهي بعنوان Light Geometric Optics أو ما يسمى بهندسة البصريات. وسنتحدث في هذه المحاضرة عن الجزء 7 و8 من الفصل 23 من الكتاب المقرر كما هو مبين في خطة هذا المساق. خلال هذه المحاضرة سنتحدث عن المواضيع التالية: Thin Lenses Ray Tracing، سنتحدث عن العدسات الرقيقة وهي تعتبر حالة خاصة من العدسات السميكة، وأيضا سنتتبع مسار سقوط الأشعة الضوئية في هذه العدسات وكذلك انكسار الضوء. The Thin Lens Equation، وأيضا سنتحدث عن معادلة العدسات الرقيقة وسنقوم بتطبيق بعض الأمثلة العملية على هذه المعادلة. Thin Lenses أو ما يسمى بالعدسات الرقيقة. A thin lens is usually circular and its two faces are portions of a sphere. Cylindrical faces are also possible but we will concentrate on spherical. إذا العدسة الرقيقة عادة ما تكون دائرية الشكل ولها وجهين يمثل كل منهما جزء من سطح كروي، وقد يكون هذا الوجه جزء من سطح أسطواني، ولكن سيتم التركيز فقط على العدسات الرقيقة التي تكون جزء من سطح كروي. The two faces can be concave, convex or plane. إذا هذا الوجه قد يكون مقعر concave أو محدب convex أو مستوي بلين. وتكمن أهمية العدسات في أن لها العديد من التطبيقات في الحياة العملية، لأن لها القدرة على تكوين أخيلة. وكما تلاحظ هنا فإنه لدينا كرتين كما تلاحظ في هذه الحالة. الكرة الأولى لها نصف قطر التحدب R1، والكرة الثانية لها نصف قطر التحدب R2. وعند تقاطع الكرتين فإن نحصل على عدسة محدبة الوجهين. فكما تلاحظ فإن هذا السطح لهذه العدسة هو جزء من الكرة التي لها نصف القطر R1، وهذا السطح من هذه العدسة هو يمثل جزء من هذه الكرة التي لها نصف القطر R2، وعند تقاطع الكرتين نحصل على عدسة محدبة الوجهين. أما في حالة العدسات المقعرة فعند وقوع عدسة مقعرة الوجهين بين كرتين فإن هذا السطح لهذه العدسة هو عبارة عن جزء من هذه الكرة التي لها نصف القطر R1، وهذا السطح لهذه العدسة هو جزء من هذه الكرة التي لها نصف القطر R2. وبالتالي عند وقوع هذه العدسة بين كرتين نحصل على عدسة مقعرة الوجهين. وغالبا ما تختلف أنواع العدسات باختلاف أشكال سطوح هذه العدسات. فكما تلاحظ هنا هذه العدسة تسمى عدسة محدبة الوجهين أو باي كونفكس. وإذا وقف شخص أمام هذه العدسة عند هذه النقطة فإن هذا السطح لهذه العدسة هو سطح محدب بالنسبة لهذا الشخص. وأيضا إذا وقف شخص عند هذه النقطة أمام سطح هذه العدسة فإن هذا السطح هو سطح محدب بالنسبة لهذا الشخص، لذلك هي عدسة محدبة الوجهين. وأيضا لدينا عدسة محدبة مستوية بلانو كونفكس، وعدسة محدبة مقعرة كونفكس كونكيف، ولدينا عدسة مقعرة الوجهين باي كونكيف، ولدينا عدسة مقعرة مستوية بلانو كونكيف، ولدينا عدسة محدبة مقعرة أيضا. وتصنف العدسات أيضا بالاعتماد على قدرتها على تجميع الضوء أو تفريقه، فتسمى عدسات مجمعة converging lenses، وغالبا ما تكون سميكة في منطقة المنتصف. وأيضا إذا كانت تفرق الضوء فتسمى عدسات مفرقة diverging lenses، وغالبا ما تكون أكثر سمكا عند الأطراف. وإذا افترضنا أنه لدينا عدسة محدبة الوجهين double convex lens or biconvex lens كما تلاحظون في هذا الشكل، فإن السطح الأول لهذه العدسة هو عبارة عن جزء من كرة، نصف قطر التحدب لها هو عبارة عن R1، وهذا السطح لهذه العدسة هو عبارة عن جزء من كرة، نصف قطر التحدب لها هو عبارة عن R2. وأيضا لدينا قطر هذه العدسة في الوسط من السطح الأول إلى السطح الثاني يمثل قطر العدسة ويرمز لها بالرمز دي دايميتر، وتم إسقاط أشعة بشكل متوازي على هذه العدسة، فإن هذه الأشعة الضوئية ستنكسر وتتجمع في نقطة محددة تسمى البؤرة focal point،
ويرمز لها بالرمز F في حالة واحدة، إذا كان قطر هذه العدسة أقل بكثير من نصف قطر تحدب هذه الكرة. وهذا الشرط ينطبق إذا كان لدينا فقط عدسة رقيقة. إذن لنحصل على تجمع الأشعة الضوئية في بؤرة محددة يجب أن يكون لدي عدسة رقيقة كما تلاحظ هنا في هذا الشكل. فلو قمنا بمقارنة نصف قطر التحدب لهذه الكرة بقطر هذه العدسة فيجب أن يكون القطر قليل جدا لتنكسر هذه الأشعة الضوئية وتتجمع في هذه البؤرة. وكما تلاحظ هنا في هذا الشكل فأنه لدينا عدسة محدبة الوجهين لها نصف قطر التحدب R1 ونصف قطر التحدب R2. وكما تلاحظ هنا فأنه ليس بالضرورة أن يكون R1 مساويا لR2، وC1 تمثل مركز الكرة التي نصف قطرها R1 وC2 تمثل مركز الكرة التي نصف قطرها R2. فإذا وضعنا جسم على بعد معين أمام هذه العدسة فإن هذا الجسم سيتكون له خيال. طبعا الجسم يرمز له بالرمز O Object، والخيال يرمز له بالرمز I Image، فإن بعد الخيال أيضا يرمز له بالرمز Q، وبعد الجسم يرمز له بالرمز P. طبعا يمثل هذا هو عبارة عن آلية تكون الأخيلة في العدسات الرقيقة التي سنقوم بدراستها لاحقا. وإذا افترضنا أنه لدينا جسم يقف أمام هذه العدسة على بعد كبير جدا في اللانهاية، فإن الأشعة الضوئية في هذه الحالة ستسقط بشكل متوازي على هذه العدسة لتتجمع في نقطة محددة تسمى البؤرة The Focal Point، ويرمز لها بالرمز F. وكما تلاحظ هنا فإن بعد هذه البؤرة عن العدسة يسمى البعد البؤري The Focal Length، ويرمز له بالرمز Little F. طبعا إذا سقطت هذه الأشعة بشكل متوازي على هذه العدسة ولكن باختلاف زاوية السقوط فإن هذه البؤرة سيتغير موقعها على هذا السطح كما تلاحظ هنا، فإن موقع البؤرة سيتغير بالاعتماد على زاوية سقوط هذه الأشعة المتوازية، وبالتالي ستشكل معا سطحا واحدا يسمى هذا السطح السطح البؤري Focal Plane. وإذا افترضنا أنه لدينا عدسة محدبة بلانو كونفكس لينز كما تلاحظ هنا في هذا الشكل وسقطت أشعة بشكل متوازي على السطح المحدب لهذه العدسة من هذا الاتجاه طبعا، فإن هذه الأشعة ستنكسر وتتجمع في البؤرة F2، بينما إذا سقطت هذه الأشعة بشكل متوازي على هذا السطح المستوي ثم على السطح المحدب فإنها ستنكسر وتتجمع في البؤرة F1، ولكن كما تلاحظ في الحالتين فإن البعد البؤري لا يتغير ويبقى ثابت، إذا لا يعتمد على اتجاه سقوط الأشعة في هذه الحالة. طبعا كما درسنا أيضا فإن العدسات المجمعة تكون أكثر سمكا في الوسط بينما العدسات المفرقة تكون أقل سمكا في الوسط وأكثر سمكا في الأطراف. وكذلك الأمر بالنسبة للعدسات المقعرة، فإذا افترضنا أنه لدينا عدسة مقعرة مستوية بلانو كونكيف لينز كما تلاحظون في هذا الشكل وسقطت الأشعة الضوئية بشكل متوازي على هذه العدسة فإن هذه الأشعة الضوئية ستنكسر وتبتعد عن مركز هذه العدسة. وإذا قمنا برسم امتدادات هذه الأشعة الضوئية فإن هذه الامتدادات ستشكل البؤرة F1. إذن البؤرة F1 هي عبارة عن بؤرة وهمية لأنها تتكون من تجمع امتدادات الأشعة الضوئية بعد انكسارها، أما البؤرة الحقيقية فإنها تتكون من تجمع الأشعة الضوئية بعد انكسارها. أما إذا سقطت هذه الأشعة الضوئية من اتجاه الآخر فإنها ستنكسر أيضا مبتعدة، ولكن هذه الامتدادات في هذه الحالة ستجمع في البؤرة F2. وكذلك الأمر بالنسبة للبؤرة F2 فإنها بؤرة وهمية، ولكن في الحالتين فإن البعد البؤري لن يتغير لهذه العدسة. ويرتبط البعد البؤري للعدسة بمصطلح آخر وهو قوة العدسة The strength of eyeglass or contact lens is called the power P. إذن قوة العدسة هي عبارة عن مقلوب البعد البؤري The power equals 1 over the focal length. وكما تلاحظ هنا فإن البعد البؤري يقاس بوحدة المتر، وكما تعلم فإن هذه الوحدة 1 over meter هي تمثل وحدة القوة The power، وتسمى هذه الوحدة ديوبتر ويرمز لها بالرمز D. وكما تلاحظ هنا فإن 1 ديوبتر equals meter inverse. وإذا افترضنا أنه لدينا عدسة وهذه العدسة
بعدها البؤري عبارة عن 25 سنتيمتر، فإن قوة هذه العدسة the power equals 1 over 25 سنتيمتر which is equal 4 ديوبتر. طبعا البعد البؤري يمكن قياسه من خلال تحديد موقع الخيال، ويمكن تحديد صفات الأخيرة التي تكونها العدسات المجمعة converging lenses باستخدام الرسم من خلال إسقاط ثلاث أشعة ضوئية محددة على سطح هذه العدسات. إذن to determine an image point we can consider only three rays. Ray 1 is drawn parallel to the principal axis. After being refracted by the lens, this ray passes through the focal point F2 on the back side of the lens. إذن كما تلاحظ هنا فإنه لدينا هذا المحور، ويسمى هذا المحور بالمحور الرئيسي or the principal axis، والذي يقع عليه الجسم the object، وكذلك البؤرة the focal point، وكذلك الخيال image. إذن فإن الشعاع الضوئي الأول يجب أن يمر موازيا للمحور الرئيسي وينكسر مارا في البؤرة الثانية F2. Ray 2 is drawn through the focal point on the front side of the lens F1 and emerge from the lens parallel to the principal axis. إذن الشعاع الضوئي الثاني يجب أن يمر في البؤرة الأولى F1 ثم ينكسر موازيا للمحور الرئيسي. أما إذا وقع الجسم بين البؤرة F1 والعدسة في هذه المنطقة في هذه الحالة، فإن بعد الجسم في هذه الحالة يكون أقل من البعد البؤري، وبالتالي فإن هذا الشعاع الضوئي الذي يسقط على هذه العدسة ثم ينكسر موازيا للمحور الرئيسي يجب أن يمر امتداده في البؤرة F1. Ray 3 is drawn through the center of the lens and continues in a straight line. إذن الشعاع الضوئي الثالث يجب أن يمر في مركز هذه العدسة ولا ينكسر، وبالتالي فإن التقاء هذه الأشعة الثلاث يشكل الخيال. وكما تلاحظ هنا فإن هذا الخيال مقلوب inverted، وإذا كان خيال مقلوب فإنه حقيقي real، أما إذا كان معتدل upright فإنه يكون وهمي virtual. وكذلك طول هذا الخيال إذا كان أكثر من طول الجسم فإنه يكون مكبر larger، أما إذا كان طول هذا الخيال أقل من طول الجسم فإنه يكون مصغر smaller. إذن وبالتالي نستطيع تحديد صفات الأخيلة من خلال الرسم في العدسات المجمعة. وكما تلاحظ هنا فإذا كان الجسم يقع على بعد أكبر من البعد البؤري if P is larger than the focal length فإن الخيال المتكون في هذه الحالة يجب أن يكون حقيقي real inverted مقلوب، ويجب أن يقع في الجهة المعاكسة للعدسة. طبعا إذا وقع الخيال في نفس الجهة التي يقع فيها الجسم فإن هذا الخيال يجب أن يكون وهمي، أما إذا وقع هذا الجسم على بعد أقل من البعد البؤري أي بين البؤرة F1 وهذه العدسة فإن بعد الجسم في هذه الحالة P is less than the focal length، وبالتالي فإن الخيال يتكون من التقاء امتدادات الأشعة الضوئية وليس من التقاء الأشعة الضوئية. وكما تلاحظ هنا فإنه لدينا ثلاث أشعة ضوئية، الشعاع الأول يمر موازيا للمحور الرئيسي ثم ينكسر مارا في البؤرة F2، وبالتالي نقوم برسم امتداد هذا الشعاع الضوئي كما تلاحظ هنا. أما الشعاع الضوئي الثاني الذي يصدر عن الجسم فيجب أن يمر امتداده في البؤرة F1 كما ذكرنا قبل قليل وينكسر موازيا للمحور، وبالتالي نقوم برسم امتداد هذا الشعاع الضوئي هنا. أما الشعاع الضوئي الثالث فيجب أن يمر في المركز لهذه العدسة دون أن ينكسر، وبالتالي نقوم برسم امتداد هذا الشعاع الضوئي، وبالتالي ينتج هذا الخيال من التقاء امتدادات الأشعة الضوئية. وكما تلاحظ هنا فإن هذا الخيال وهمي virtual أيضا معتدل upright أيضا مكبر larger. وكما ذكرنا قبل قليل فإنه إذا كان الخيال معتدل فإنه يكون وهمي، وأيضا إذا كان الخيال في نفس الجهة التي يقع فيها الجسم فإنه يكون أيضا وهمي. وكما تحدثنا فإن الخيال الحقيقي هو الخيال الذي يتكون من التقاء الأشعة الضوئية المنكسرة في العدسة، ويمكن جمعه على ستار أو حاجز موضوع خلف هذه العدسة، أو يمكن استخدام حساسات إلكترونية لالتقاط هذه الأشعة الضوئية. ويمكن للعدسات المجمعة أن تكون خيالا حقيقيا، لكن ليس بالضرورة لأنها يمكن أن تكون خيال وهمي أيضا. وكما نلاحظ هنا فإن هذا الخيال المتكون لهذه الشمعة
يمكن جمعه على ستار موضوع خلف هذه العدسة. وكذلك يمكن تحديد صفات الأخلة التي تكونها العدسات المفرقة Diverging Lenses بالرسم، وذلك بإسقاط أشعة ضوئية محددة على سطح هذه العدسات. We can determine the image position formed by a diverging lens by drawing the same three rays emerging from a single object point. إذن كما تلاحظ هنا، فالشعاع الأول ray 1 is drawn parallel to the principal axis but doesn't pass through the focal point F1 in front of the lens. إذن كما تلاحظ هنا، فإن الشعاع الأول يسقط موازيا للمحور الرئيسي ثم ينكسر مبتعدا عن مركز العدسة، وبالتالي فإن نقوم برسم امتداد هذا الشعاع الضوئي حتى يمر في البؤرة F1. Ray 2 is directed toward F1 and is refracted parallel to the principal axis by the lens. أما الشعاع الضوئي الثاني فينكسر موازيا للمحور الرئيسي، وبالتالي نقوم برسم امتداد هذا الشعاع الضوئي. Ray 3 passes directly through the center of the lens. أما الشعاع الثالث فإنه يمر مباشرة في مركز هذه العدسة، وبالتالي هذا الشعاع لا ينكسر. وكما تلاحظ هنا فإن هذا الخيال المتكون يتكون من التقاء امتدادات الأشعة الأولى والثانية وكذلك مع تقاطع الشعاع الثالث. وكما نلاحظ فإن هذا الخيال الذي تكون هو عبارة عن خيال معتدل upright، وبالتالي فهو خيال وهمي virtual، وأيضا هو خيال أقل من طول هذا الجسم وبالتالي يكون مصغر smaller. إذن هذا الخيال يكون عبارة عن virtual, upright and smaller. وطبعا دائما الخيال في العدسات المقعرة يكون مصغر ومعتدل وأيضا وهمي. إذن الأخيلة الوهمية التي تكونها العدسات المحدبة أو العدسات المقعرة لا يمكن جمعها على ستار أو حاجز يتم وضعه خلف هذه العدسات. The Thin Lens Equation، معادلة العدسات الرقيقة. كما تلاحظ هنا فإنه لدينا هذا الجسم والذي يقع أمام هذه العدسة المحدبة، وهذا الجسم يقع بين نقطتين O وO برايم، وطول هذا الجسم هو عبارة عن H، ويتكون لهذا الجسم خيال يقع بين نقطتين I وI برايم، وطول هذا الخيال هو عبارة عن H برايم. وكما تلاحظ هنا فإنه لدينا بعض المصطلحات التي يجب الإشارة إليها قبل أن نبدأ باشتقاق معادلة العدسات الرقيقة. P وهي تمثل بعد الجسم The Object Distance عن هذه العدسة. Q تمثل بعد الخيال The Image Distance. H تمثل طول هذا الجسم و H برايم تمثل طول هذا الخيال. وكما تلاحظ هنا فإنه لدينا هذا المثلث I F I برايم، وهو يكافئ هذا المثلث F B A، وبالتالي فإن هذه الزاوية تكافئ هذه الزاوية. وإذا قمنا بتسمية هذه الزاوية بالزاوية ثيتا، فإن تان ثيتا في هذه الحالة هو عبارة عن مقابل على المجاور، ولكن المقابل في هذه الحالة هو AB وهو يكافئ طول هذا الخيال H مقسومة على المجاور. المجاور هو AF، ولكن AF تكافئ البعد البؤري The focal length في هذه الحالة. إذن تان ثيتا في هذا المثلث FBA هي عبارة عن طول هذا الجسم H over the focal length. وأيضا لدينا هنا هذه الزاوية ثيتا في هذا المثلث I F I برايم، وتان ثيتا في هذه الحالة عبارة عن مقابل H برايم مقسومة على المجاور F I، ولكن F I في هذه الحالة هو عبارة عن فرق بين بعد الخيال والبعد البؤري. إذن F I equals Q minus F، وبالتالي فإن تان ثيتا في هذا المثلث I F I برايم هي عبارة عن H برايم over Q minus F. وإذا قمنا بمساواة تان ثيتا في هذا المثلث FBA بتان ثيتا في هذا المثلث I FI برايم، فإن سنحصل على هذه العلاقة بعد إعادة ترتيب الحدود. إذن H برايم over H equals Q minus F over the focal length. وكما تلاحظ هنا أيضا فإنه لدينا هذا المثلث OA O برايم، وهذا المثلث كما تشاهد هنا فإنه يكافئ هذا المثلث I A I برايم. وإذا قمنا بتسمية هذه الزاوية فاي فإنها تكافئ أيضا هذه الزاوية، وبالتالي فإن هذه الزاوية أيضا هي فاي. وكما تلاحظ هنا فإن تان فاي في هذا المثلث A O O برايم هي عبارة عن المقابل H مقسوما على هذه المسافة O A، ولكن هذه المسافة O A هي تمثل بعد الجسم P.
إذا tan فا في هذه الحالة هو عبارة عن h over p. وإذا قمنا أيضا بأخذ tan فا في هذا المثلث i a i prime فإنها تمثل عبارة عن المقابل h prime over a i، ولكن a i في هذه الحالة تمثل بعد الخيال q. إذا tan فا في هذا المثلث هي عبارة عن h prime over q. وبالتالي إذا قمنا بمساواة tan فا في هذا المثلث a o o prime بتان فاي في هذا المثلث اي 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 برايم فإننا سنحصل على هذه العلاقة. وإذا قمنا بتسمية هذه المعادلة بالمعادلة رقم واحد وهذه بالمعادلة رقم اثنان وقمنا بمساواة المعادلة رقم واحد والمعادلة الثانية فإننا سنحصل على هذه العلاقة 1 over f minus 1 over q equals 1 over p. وإذا قمنا بإعادة ترتيب هذه العلاقة فإننا سنحصل على معادلة العدسات الرقيقة. وإذا قمنا بإعادة ترتيب هذه العلاقة فسنحصل على هذه المعادلة 1 over p plus 1 over q equals 1 over f. وكما تلاحظ هنا فإن p هي عبارة عن بعد الجسم عن هذه العدسة بينما q هي عبارة عن بعد الخيال عن هذه العدسة بينما f تمثل البعد البؤري لهذه العدسة. تسمى هذه المعادلة معادلة العدسات الرقيقة the lens equation. وسنقوم بتسمية هذه المعادلة بالمعادلة star لنعود لها بعد قليل. وإذا تم وضع هذا الجسم أمام هذه العدسة في اللانهاية أي أن P goes to infinity فإن هذا المقدار في هذه الحالة 1 over P will goes to 0. وبالتالي فإن بعد الخيال في هذه الحالة Q سيساوي البعد البؤري لهذه العدسة. كما تلاحظ هنا فإن Q equals the focal length. وسنقوم الآن باشتقاق معادلة العدسات الرقيقة للعدسات المفرقة diverging lenses. وكما تلاحظ هنا فإنه لدينا هذا المثلث i a i prime وهو يكافئ هذا المثلث a o o prime. وكما تلاحظ هنا فإن هذه الزاوية هنا سنقوم بتسميتها بالزاوية ثيتا هي متساوية في المثلث a o o prime والمثلث a i i prime. إذن سنقوم بأخذ تان ثيتا في هذه الحالة في هذا المثلث أولا a o o prime، وفي هذه الحالة تان ثيتا ستكون عبارة عن مقابل h مقسومة على المجاور o a. وبالتالي فإن تان ثيتا في هذا المثلث ستكون عبارة عن h over p. وأيضا كما تلاحظ هنا فإن تان ثيتا في هذا المثلث a i i prime هي عبارة عن مقابل h prime مقسومة على هذا الجزء a i، و a i في هذه الحالة تمثل بعد الخيال q. إذا تان ثيتا في هذه الحالة سيكون عبارة عن h prime over q. وإذا قمنا بمساواة تان ثيتا في المثلث a i i prime بتان ثيتا في المثلث a o o prime فسنحصل على هذه العلاقة h prime over h equals q over p. وأيضا لدينا هذا المثلث i f i prime كما تلاحظ هنا فهذا هو المثلث i f i prime وهذا المثلث يكافئ هذا المثلث أيضا هو جزء من المثلث a f b. وكما تلاحظون فإن تان فاي في هذه الحالة سنقوم بتثبيت هذه الزاوية بالزاوية فاي فإنه في هذه الحالة يساوي عبارة عن المقابل AB وAB هي تكافئ طول هذا الجسم H مقسومة على المجاور AF وAF في هذه الحالة هي تمثل البعد البؤري the focal length. إذن تان فاي في هذه الحالة هي عبارة عن H over F. وأيضا تان فاي في هذا المثلث I f i prime هي عبارة عن مقابل h prime مقسومة على f i، ولكن f i في هذه الحالة هي عبارة عن فرق بين البعد البؤري وأيضا بعد الخيال. إذن f i equals f minus q. وبالتالي فإن tan phi في هذه الحالة سيكون عبارة عن مقابل h prime over f minus q. وإذا قمنا بتسمية هذه المعادلة بالمعادلة رقم واحد وهذه بالمعادلة رقم اثنين وقمنا بمساواة المعادلة الأولى بالثانية فسنحصل على هذه العلاقة. وسنقوم بتسمية هذه العلاقة بالمعادلة دبل ستار. وكما تلاحظ هنا فإن هذه المعادلة هي عبارة عن 1 over p minus 1 over q equals 1 over minus f. وبالتالي هذه المعادلة هي شبيهة بالمعادلة الأولى للعدسات المحدبة ولكن مع اختلاف بسيط. كما تلاحظ هنا فإن f هي عبارة عن سالب للعدسات المفرقة وأيضا Q أيضا ستكون سالب للعدسات
المفرقة، لأنها الخيال يقع في نفس الاتجاه الذي يقع فيه الجسم. وبالتالي كما تلاحظون فإن معادلة العدسات المحدبة وهي التي رمزنا لها بالرمز ستار هي الحالة العامة، ولكن يجب أن نأخذ الإشارات بعين الاعتبار إذا أردنا تطبيق هذه المعادلة على العدسات المفرقة. Sign convention: the focal length is positive for converging lenses and negative for diverging lenses. إذا البعد البؤري يكون موجب للعدسات المجمعة converging lenses ويكون سالب للعدسات المفرقة diverging lenses. The object distance is positive if the object is on the side of the lens from which the light is coming, otherwise it's negative. إذا إذا كان الجسم يقع أمام هذه العدسة ومن اتجاه سقوط الضوء فإن إشارة بعد الجسم تكون موجبة، أما إذا كان الجسم هو في الاتجاه المعاكس لسقوط الضوء ففي هذه الحالة تكون إشارة بعد الجسم سالبة. The image distance is positive if the image is on the opposite side of the lens from where the light is coming. If it's on the same side, Q is negative equivalently. إذن إذا تكون الخيال خلف العدسة أو في الجهة المعاكسة لوجود الجسم فإن بعد الخيال في هذه الحالة يكون موجب، أما إذا كان الخيال يتكون في نفس الجهة التي يوجد فيها الجسم فإن بعد الخيال في هذه الحالة يكون سالب. The image distance is positive for a real image and negative for a virtual image. The height of the image H prime is positive if the image is upright and negative if the image is inverted relative to the object. إذن كما تلاحظ هنا فإن بعد الخيال يكون موجب إذا كان الخيال حقيقي، ويكون بعد الخيال سالب إذا كان الخيال وهمي. وأما طول الخيال فيكون موجب إذا كان الخيال معتدل، ويكون طول الخيال سالب إذا كان الخيال مقلوب بالنسبة للجسم. ونلاحظ هنا دائما أن طول الجسم دائما يكون معتدل ويكون موجب دائما. From sign convention it follows that power of a converging lens is positive, power of a diverging lens is negative. إذن بالاعتماد على معايير الإشارات التي وضحناها قبل قليل فإن قوة أو قدرة العدسة والتي تعرف بأنها مقلوب البعد البؤري ستكون موجبة إذا كانت العدسة مجمعة converging lens، وستكون سالبة إذا كانت العدسة مفرقة diverging lens. Converging lens sometimes referred to as a positive lens. Diverging lens is sometimes referred to as a negative lens. إذا أحيانا العدسات المجمعة توصف بأنها عدسات موجبة positive lens، والعدسات المفرقة توصف بأنها عدسات سالبة negative lens. وهنا سنقوم بتلخيص معايير إشارات المتعلقة بالعدسات الرقيقة في هذا الجدول. فكما تلاحظ هنا فإنه لدينا بعد الجسم object location، فإذا وقع هذا الجسم أمام هذه العدسة فإن هذا البعد يكون موجب، وإذا وقع هذا البعد خلف هذه العدسة فإن هذا البعد يكون سالب، وإذا وقع هذا الجسم أمام هذه العدسة فإن الجسم يكون حقيقي. أما إذا وقع الجسم خلف هذه العدسة فإن يكون هذا الجسم وهمي virtual object. وكما تعلم فإن الخيال يعتبر هو عبارة عن جسم وهمي. image location Q يكون موجب إذا وقع الخيال خلف هذه العدسة، ويكون سالب إذا وقع الخيال أمام هذه العدسة. وإذا وقع الخيال خلف هذه العدسة فإنه يكون عبارة عن real image، وإذا وقع أمام هذه العدسة فإن الخيال يكون virtual image أي خيال وهمي. أما ارتفاع أو طول الخيال image height H prime فإنه يكون موجب إذا كان الخيال معتدل، ويكون سالب إذا كان الخيال مقلوب. وكما تلاحظ هنا فإن نصف قطر التحدب R1 و R2 إذا وقع نصف قطر هذا التحدب خلف العدسة فإنه يكون موجب، وإذا وقع أمام العدسة فإنه يكون سالب. وكما نلاحظ هنا فإن البعد البؤري أيضا focal length F فإنه يكون موجب للعدسات المجمعة for a converging lens، ويكون سالب للعدسات المفرقة for a diverging lens. The magnification التكبير، ويرمز له بالرمز M، ويعبر عن النسبة ما بين طول الخيال إلى طول الجسم. إذن M equals image height over the object height. وكما تلاحظ هنا فإنه أيضا يساوي minus times the image distance over the object distance. هذا هو بعد الخيال مقسوما على بعد الجسم مضروبا في إشارة السالب، أيضا يكافئ النسبة ما بين طول الخيال إلى طول الجسم. وإذا كان مقدار التكبير موجب فإن الخيال يكون معتدل upright، وإذا كان الخيال معتدل يكون وهمي virtual، ويكون أيضا الخيال يتكون في الجهة التي يقع فيها الجسم.
أما إذا كان التكبير سالب، إذا كان حصلنا على هذا المقدار سالب، فإن الخيال في هذه الحالة يكون مقلوب inverted بالنسبة للجسم الأصلي، وإذا كان الخيال مقلوب فإنه يكون حقيقي real، وأيضا يكون في الجهة المعاكسة للجهة التي يقع فيها الجسم. وكما تلاحظ هنا، إذا كان مقدار التكبير M هو أكبر من واحد is larger than one، فإنه في هذه الحالة يكون الخيال مكبر. أما إذا كان قيمة هذا التكبير هي أقل من واحد، فإنه في هذه الحالة يكون الخيال مصغر smaller. أما إذا كان قيمة هذا التكبير تساوي واحد، فإن طول الخيال في هذه الحالة يساوي طول الجسم equal. وأيضا إذا كان لدينا أكثر من عدسة، يعني تم استخدام عدسة الأولى والثانية، فإن المقدار التكبير الكلي في هذه الحالة سيكون عبارة عن مقدار تكبير للعدسة الأولى مضروبا في مقدار التكبير للعدسة الثانية. The first example: A converging lens has a focal length of 10 cm. Find the image distance and describe the image. If an object is placed A 30 cm, B 10 cm, C 5 cm from the lens. إذا كما تلاحظ هنا فإنه لدينا هذا الجسم الذي يقع أمام هذه العدسة، وتم وضعه أولا على بعد 30 سنتيمتر، والمطلوب إيجاد كما تلاحظ هنا بعد الخيال image distance، وأيضا صفات هذا الخيال describe the image. إذا كما تلاحظ هنا فإن بعد هذا الجسم the object distance equals 30 سنتيمترز، وهذه القيمة هي موجبة طبعا لأن الجسم أمام هذه العدسة. وأيضا لدينا البعد البؤري the focal length equals 10 سنتيمترز طبعا لهذه العدسة، لأن هذه العدسة طبعا مجمعة فإن البعد البؤري يكون موجب، وبالتالي نقوم بتعويض هذه المعطيات في معادلة العدسات الرقيقة thin lens equation كما تلاحظ هنا 1 over P plus 1 over Q equals 1 over F. وكما تلاحظ هنا فإن P equals 30 سنتيمترز و F equals 10 سنتيمترز، وبالتالي فإن بعد هذا الخيال damage distance equals 15 سنتيمترز. ولمعرفة صفات هذا الخيال فإننا نقوم بالتعويض في قانون التكبير the magnification equals minus Q over P، وبالتالي كما تعلم فإن قيمة Q هي عبارة عن 15 سنتيمترز وقيمة P هي عبارة عن 30 سنتيمترز، وبالتالي the magnification equals minus 0.5. وكما تلاحظ هنا بما أن التكبير إشارته سالب في هذه الحالة فإن الخيال يكون مقلوب، وبما أنه مقلوب يكون أيضا حقيقي إذا inverted and real. وبما أن قيمة التكبير هي أقل من واحد كما تلاحظ هنا 0.5 is less than 1، فبالتالي فإن الخيال يكون مصغر smaller than the object. If an object is placed 10 cm from the lens. إذا كما تلاحظ هنا فإنه تم وضع هذا الجسم على بعد 10 سنتيمترات من هذه العدسة، والمطلوب إيجاد بعد الخيال. إذا كما تعلم فإن البعد البؤري لهذه العدسة the focal length equals 10 cm، أي أنه تم وضع هذا الجسم تماما في البؤرة، وبالتالي نقوم بالتطبيق على معادلة العدسات الرقيقة thin lens equation كما تلاحظ هنا، ونقوم بتعويض بعد الجسم وهو عبارة عن 10 سنتيمترز، وأيضا البعد البؤري وهو عبارة عن 10 سنتيمترز لهذه العدسة، وبالتالي نحصل على بعد الخيال. إذا 1 over Q equals 0، وبالتالي the image distance will goes to infinity. إذا كما تلاحظ هنا فإن الأشعة الساقطة ستنكسر على العدسة بشكل متوازي، أي أنه لن يتكون خيال إلا في اللانهاية. C If an object is placed 5 cm from the lens. إذا وضعنا هذا الجسم على بعد 5 سنتيمترات من هذه العدسة، أي أنه يقع بين البؤرة كما تشاهد هنا F1 وبين هذه العدسة، فما هي صفات هذا الخيال؟ إذا كما نعلم P equals in this case 5 cm and F equals 10 cm، والمطلوب هو إيجاد بعد هذا الخيال damage distance and describe the image. إذا كما تلاحظ هنا فإن Q equals minus 10 cm and magnification equals minus Q over P which is equal plus 2. إذا كما تلاحظ هنا فإن التكبير هو موجب وأكبر من واحد كما تلاحظ هنا. إذا
فسيكون الخيال عبارة عن وهمي وأيضا معتدل وأيضا يكون مكبر، إذن virtual, upright and larger. The second example, a diverging lens has a focal length of 10 centimeters. Find the distance and describe the image if an object is placed A 30 centimeters, B 10 centimeters, C 5 centimeters from the lens. إذن كما تلاحظ هنا فإنه تم وضع هذا الجسم أمام هذه العدسة المقعرة على بعد 30 سنتيمتر، وكما تلاحظ هنا فإن البعد البؤري لهذه العدسة the focal length equals minus 10 سنتيمتر، طبعا لأن هذه العدسة هي عدسة مفرقة وبالتالي فإن البعد البؤري يكون سالب، والمطلوب هو إيجاد بعد الخيال تأمير distance. إذن نقوم بالتعويض بمعادلة العدسات 1 over P plus 1 over Q equals 1 over F، وكما تلاحظ هنا فإن بعد الجسم P equals 30 centimeters and F equals minus 10 centimeters، وبالتالي نقوم بإيجاد بعد الخيال. إذن the image distance equals minus 7.5 centimeters، ولتحديد صفات هذا الخيال describe the image نقوم بإيجاد التكبير. إذن the magnification equals minus Q over P which is equal minus times minus 7.5 centimeters over 30 centimeters. وكما نلاحظ هنا فإن التكبير the magnification equals plus 0.25. وبما أن التكبير موجب في هذه الحالة فإن الخيال يكون معتدل upright وبالتالي يكون وهمي virtual. وبما أن قيمة هذا التكبير هي أقل من واحد كما نلاحظ هنا فإن الخيال يكون مصغر. إذن صفات هذا الخيال عبارة عن virtual, upright and smaller than the object. B. If an object is placed 10 centimeters from the lens. إذا تم وضع هذا الجسم على بعد 10 سنتيمتر أمام هذه العدسة المقعرة. فكما تلاحظ هنا فإن هذا الجسم يكون في هذه الحالة في البؤرة F1. وكما نعلم فإن البعد البؤري لهذه العدسة هو عبارة عن 10 سنتيمتر. والمطلوب إيجاد بعد الخيال عن هذه العدسة. إذا نقوم بالتعويض في معادلة العدسات 1 over P plus 1 over Q which is equal 1 over F. وكما نلاحظ هنا فإن بعد الجسم P equals 10 centimeters and the focal length equals minus 10 centimeters لأن هذه العدسة كما تحدثنا عدسة مفرقة. وبالتالي نقوم بإيجاد بعد الخيال تأمير distance equals minus 5 centimeters. ولتحديد صفات هذا الخيال نقوم بإيجاد التكبير the magnification equals minus Q over P which is equal plus 0.5. إذن كما نلاحظ هنا فإن الخيال سيكون في هذه الحالة معتدل ووهمي upright and virtual لأن التكبير يكون موجب، وأيضا بما أن التكبير يكون أقل من واحد فإن صفات الخيال أيضا سيكون مصغر. إذا صفات هذا الخيال ستكون كالتالي upright, virtual and smaller than the object. C. If an object is placed 5 centimeters from the lens. كما تلاحظ هنا في هذه الحالة فإن الجسم تم وضعه على بعد 5 سنتيمترات أمام هذه العدسة المقعرة، أي أن هذا الجسم يقع بين البؤرة F1 وبين هذه العدسة، والمطلوب هو إيجاد بعد الخيال. إذا نقوم بالتعويض في معادلة العدسات 1 over P plus 1 over Q equals 1 over F. وكما تلاحظ هنا فإن P equals 5 centimeters, F equals minus 10 centimeters. وبالتالي نقوم بإيجاد بعد الخيال. إذا the image distance equals minus 3.3 centimeters. إذا كما تلاحظ هنا في هذه الحالة فإن قيمة هذا البعد سالب، أي أن هذا الخيال يقع في نفس جهة الجسم. وكما نلاحظ هنا فإن بعد هذا الخيال يكون 3.3 سنتيمترز، أي أنه يكون أقرب إلى العدسة من الجسم كما تلاحظ هنا في هذا الشكل. ولتحديد صفات الخيال نقوم بإيجاد التكبير the magnification equals minus Q over P. وكما تلاحظ هنا إذن the magnification equals plus 0.667. وكما تعلم فإن التكبير إذا كان موجب يكون الخيال virtual and upright، وإذا كان قيمة التكبير أقل من واحد فإنه يكون مصغر. إذن صفات هذا الخيال upright, virtual and smaller than the object. The third example. An object is located 32 centimeters in front of lens forms an image on the screen 8 centimeters behind the lens. Find A. The focal length of the lens. B. Determine the magnification.
سي is the lens converging or diverging. إذن كما تلاحظ هنا فإنه لدينا عبارة عن جسم تم وضعه على بعد 32 سنتيمتر أمام عدسة ولا نعلم ما هو نوع هذه العدسة، فتكون له خيال على حاجز يبعد 8 سنتيمترات خلف هذه العدسة، والمطلوب الأول إيجاد البعد البؤري لهذه العدسة. إذن نقوم بالتطبيق على قانون العدسات كما نلاحظ هنا، ونقوم بتعويض بعد الجسم P equals 32 centimeters and Q equals 8 centimeters. The focal length equals 6.4 centimeters. إذن كما نلاحظ هنا فإن البعد البؤري هو موجب، وبالتالي فإن هذه العدسة هي عبارة عن عدسة مجمعة. B determine the magnification. Magnification equals minus Q over P. وكما تلاحظ هنا إذن the magnification equals minus 0.25. إذن بما أن التكبير في هذه الحالة سالب فإن الخيال هو مقلوب inverted، وبذلك يكون الخيال حقيقي، إذن inverted and real. وبما أن التكبير هو أقل من واحد فإن الخيال يكون مصغر. إذن صفات هذا الخيال هي عبارة عن inverted, real and smaller than the object. وهذه العدسة إذن كما تحدثنا قبل قليل هي عبارة عن عدسة مجمعة converging lens. وبإمكانك حل هذا السؤال وتطبيق معادلة العدسات الرقيقة. To summarize, a lens uses diffraction to produce a real or virtual image. Parallel rays of light are focused to a point, the focal point, by a converging lens. The distance of the focal point from the lens is the focal length f of the lens. It is the same on both sides of the lens. إذن كما تلاحظ هنا فإن العدسات تكون أخيرا قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية. وعند سقوط الأشعة الضوئية بشكل متوازي على سطح العدسات المجمعة فإنها تنكسر وتجمع في نقطة محددة تسمى البؤرة، وتكون المسافة بين البؤرة والعدسة هي البعد البؤري the focal length، ويرمز لها بالرمز little f، ويكون البعد البؤري متساويا على جانبي العدسة. After parallel rays pass through a diverging lens they appear to diverge from a point in front of the lens which is its focal point and the corresponding focal length is considered negative. إذن وعند سقوط الأشعة الضوئية بشكل متوازي على سطح العدسات المفرقة فإنها تنكسر مبتعدة عن المحور الرئيسي، وبالتالي تجمع امتدادات هذه الأشعة في نقطة محددة تسمى البؤرة، وتكون البؤرة في هذه الحالة وهمية، ويكون البعد البؤري في هذه الحالة سالب. The power P of a lens which is 1 over F is given in dupters which are units of inverse meters. إذن قوة أو قدرة العدسة ويرمز لها بالرمز P هي عبارة عن مقلوب البعد البؤري، وتقاس بوحدة ديوبترز، ووحدة ديوبترز هي عبارة عن مقلوب المتر 1 over meter. For a given object, the position and size of the image formed by a lens can be found approximately by ray tracing. Algebraically, the relation between image and object distances Q and P and the focal length F is given by the thin lens equation 1 over P plus 1 over Q equals 1 over the focal length. إذن يمكن تحديد صفات الخيال بالرسم من خلال استقاط أشعة محددة على العدسة، ويمكن تحديد صفات الخيال من خلال معادلة العدسات the thin lens equation. The ratio of image height to object height which equals the magnification M for a lens is the magnification equals H prime over H which is equal minus Q over P. إذن كما نلاحظ هنا فإن التكبير هو عبارة عن نسبة بين طول الخيال إلى طول الجسم، وهو يساوي سالب بعد الخيال إلى بعد الجسم. When using the various equations of geometric optics, you must remember the sign convention for all quantities involved. إذن يجب تذكر الإشارات التي تحدثنا عنها عند تعويض أي كمية من الكميات التي تتعلق بالعدسات، سواء بعد الجسم أو بعد الخيال أو البعد البؤري. ونلاحظ هنا أن صفات الخيال في العدسات المجمعة converging lens يعتمد على موقع الجسم بالنسبة لهذه العدسة. أما في العدسات المفرقة diverging lens فإن صفات الخيال تبقى ثابتة بغض النظر عن موقع الجسم بالنسبة لهذه العدسة.